أوضح للإخبارية السفير اليمني لدى المملكة شائع الزنداني أن ملف التستر التجاري من الملفات الهامة التي تلامس الكثير من أبناء الجالية اليمنية، مؤكدا أن السفارة تواصلت مع وزارة التجارة في المملكة للقيام بحملة توعوية لتشجيع الجالية بتصحيح أوضاعهم. موضوع مكافحة التستر التجاري هو من الموضوعات الهامة والتي كنا حريصين في السفارة منذ البداية أن نعطيه جل اهتمامنا لملامسته إلى حد ما قطاع لا بأس به من أبناء الجالية اليمنية العاملين في المملكة العربية السعودية. تواصلنا منذ البداية مع وزارة التجارة، وتكرم معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي بالتكليف فريق من الوزارة مكون من وكيل الوزارة وأيضا مدير المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتنسيق مع السفارة للقيام بحملة توعية في أوساط الجالية وتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم وفقا للمزايا والمقررة في النظام واللائحة أيضا المتعلقة فيه.